للحديث عن مصير الآثار العراقية التي هربت إلى الخارج وما تتعرض له من انتهاكات وعمليات نهب، معنا من عمان مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين حارث الأزدي. أهلا بك سيد حارث. بداية، أكثر من 17,000 قطعة أثرية تصل العراق من أمريكا. تقول وزارة الثقافة إنها ليست جميعها مسروقة بل جزء منها هرب. ألا يعد هذا التصريح اعترافا ضمنيا بمسؤولية الحكومة عما تعرضت له الآثار العراقية؟ حياكم الله وبياكم، مرحبا بكم. حقيقة هذا الخبر وقفت عنده وأقول أن الحكومات المتعاقبة بعد 2003 مسؤولية مباشرة عما جرى من استباحة لإرث العراق وتاريخه وفق البرنامج الذي اعتمده الاحتلال الأمريكي يوم جاء 2003 وقال نحن جئنا لتصفير العراق والمقتضى يكون بنهب العراق ونهب ثرواته وتاريخه والسعي لتقسيمه. أما مسألة الإعلان عن السرقات يعني بعد إنجازها هو خداع معروف تمارسه هذه الحكومات مسبقا، والإعلان عن استعادتها أيضا بعد دفع المبالغ التي يعني تحولها إلى يعني نسخ جديدة غير ذات فائدة. الأمر الذي يعني يطرح سؤالا كبيرا، كيف وصلت هذه الآثار إلى هناك وكيف دخلت المطارات؟ وإذا كانت من المتاحف فهي مسروقة، وإذا كانت من تحت الأرض فهي مسروقة باعتراف الذين يمارسون هذا العمل الجرمي. قالوا أن هذه الآثار هي مسروقة سواء كانت من متاحف أو سواء كانت منقبة من تحت الأرض. سيد حارث، يعني بحسب رؤيتكم ما الذي يمنع السلطات الحكومية من وضع خطة لحماية هذا التراث الحضاري للعراق من النهب، ومن المستفيد مما يجري؟ السلطات هذه التي تحكم العراق منذ ما يقارب العقدين من الزمن هي سلطات شكلية تحاصصية اعتمدها المحتل عبر عملية سياسية شوهاء لها وظيفة تخص أحزابها وكتلها، وليست معنية لا من قريب ولا من بعيد بالمحافظة على تراث العراق وتاريخه. وما هذه الأخبار إلا للتعني على السرقة؟ العراق يا سيدي مستباح، وأدوات استباحته هذه الأحزاب والميليشيات والحكومات المتعاقبة ما هي إلا غطاء لعمل هذه الأحزاب والميليشيات. السؤال المطروح الآن سيد حارث، لماذا لا يستفيد العراق من إرثه الحضري ويدعم السياحة كوارد أساس للموازنة؟ وكيف ساهمت الميليشيات باعتقادكم، كيف ساهمت هذه الميليشيات بعزوف السياح عن زيارة العراق والاطلاع على آثاره؟ مثل ما تعلم ويعلم المشاهد أن السياحة والاستثمار لا يكون إلا بالاستقرار. نقيض السياحة والاستثمار والمانع منها هو الانفلات الأمني والسلاح المنفلت ووجود الميليشيات. وكل من هذه الميليشيات اليوم المتتبع لأخبار العراق يعلم أنها أصبحت دولة داخل الدولة، فكيف للسياحة أن تزدهر في بلد يضج بالميليشيات؟ حكومة محافظة ضعيفة لا تقوى على فرض قرار، لا بل أن أمراء الحرب من هذه الميليشيات يعني يعتدي حتى على رؤوس الدولة أو على رؤوس السلطة إذا صح التعبير عنهم. هذه الميليشيات تمتلك أسلحة ما تمتلكه الدولة، فكيف يكون الاستقرار وكيف يكون الانتهار؟ ناهيك عن ما تفعله هذه الميليشيات من تهديد البعثات الدبلوماسية وخطف للأجانب، فالبلد متوتر، فلا تكون هناك يعني لا سياحة ولا استثمار، وليس في وارد الحكومة اليوم أن تقف بالضد من مشروع هذه الميليشيات. السؤال آخر الآن سيد حارث، يعني صحيفة ذا ناشونال الأمريكية أكدت أن مئات القطع الأثرية العراقية استولت عليها شركة هوبيلوبي وعرضتها للبيع بخطابات وشهادات مزيفة. السؤال هنا، كيف ساهم التغاضي الدولي عن مثل هذه الشركات في ضياع إرث العراق التاريخي؟
هو يعني أنا سبق الإجابة عن هذا الموضوع، وأنا استمعت إلى تقرير من لمسؤول في هذه الشركة، شركة فوبي لوبي. نعم. واعترف صراحة على أنه يمارس البيع والشراء بمسروقات، يعني بمسروقات آثار، ويأخذها ويدرسها ويأخذ كافة المعلومات عنها. والسؤال العجيب الذي هو يطرحه أنها خرجت من متاحف أو خرجت بعد التنقيب، وهو يعترف أيضا صراحة أنها مسروقة سواء كانت من متاحف أو من تنقيب تحت الأرض. لكن السؤال كيف خرجت من المطارات وكيف استقبلت هذه الآثار، وهي آثار حضارية تمتد ل7000 عام في مطارات إسرائيل ومطارات أمريكا. الإرث العراقي اليوم يا سيدي لن يرجع إلى سابق عهده من الاحترام والتوقير إلا إذا عاد العراق لأهله ومواطنيه، وليس إلى مزدوجي الجنسية وأصحاب الولاءات الخارجية. في سؤال ليس من المعقول أن تطلب حماية التراث ومقاضاة الشركات من هؤلاء. الآن إلى السؤال الأخير سيد حارث، يعني ماذا عما تبقى من آثار؟ ناشطون وخبراء يحذرون من إجراء تغييرات في الشكل التاريخي لبابل ومن قبلها آثار نينوى التي تتعرض اليوم للاندثار. السؤال هنا، هل تعتقد أن السلطات في العراق بإمكانها إيقاف هذا النهب المنظم للآثار مثلا؟ إذا لم تكن يعني هي الراعية فهي المتغاضية عن عما يجري من نهب وسلب للآثار. كل العراق اليوم مهدد بالاندثار وليس الآثار فقط، بل إن السلطات التي حكمت يعني البلد عقب الاحتلال مجتمعة ليست مع المحافظة عليه، وليس في وارد أدبياتها إعادة نهضة لسبب واحد فقط، أنهم يدركون أن هذه الآثار وأن هذه الأشواخص تشكل في الذاكرة العراقية ما يعزز من مقومات الهوية الجامعة العراقية، فلذلك يسعون جاهدين على محوها ومحوها من الوجود. الأستاذ حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.